إذا مشاهدينا نصل إلى أخبار الرياضة ضمن برنامج الصباح نيوز مع الزميل عصام عيسي. عصام صباح الخير. البداية ستكون بالفيفا وإعلانها انسحاب منتخب إريتريا وذلك من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. ما أسباب هذا الانسحاب عصام؟ صباح الخير ميليسا. أهلا. وصباح الخير لمشاهدينا الأفاضل. إذا الفيفا أعلنت انسحاب منتخب إريتريا من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، لكنها لم تذكر الأسباب الحقيقية وراء انسحاب منتخب إريتريا من هذه التصفيات، لكن الخبر عند المتتبعين للشأن الرياضي لم يكن مفاجئا، لأنها ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها منتخب إريتريا من التصفيات، وسبق له وأن انسحب من تصفيات مونديال قطر 2022، ولا يوجد أصلا منتخب إريتريا في تصنيف الفيفا لأنه لم يلعب ولا مباراة منذ 2019، وهو يدخل في إطار تصفيات قطر 2022، وبالتالي منتخب إريتريا يعيش بعض الظروف الخاصة. وأرجحت مصادر إعلامية أن سبب انسحاب إريتريا يعود إلى تخوف سلطات البلاد من فرار لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم بعد وصولهم إلى المغرب، خاصة وأنه يقع في المجموعة الخامسة رفقة المغرب وزامبيا والكونغو تنزانيا والنيجر، وبالتالي هذه ربما الأسباب الحقيقية التي رجحتها مصادر إعلامية حسب المصادر الإعلامية كما قلت لانسحاب منتخب إريتريا من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، وحتى أن منتخب إريتريا لن يشارك أيضا في كان كوديفوار 2023 التي ستنطلق مطلع شهر جانفي المقبل. وهذه ربما الظروف الصعبة أو الأمور التي تترك بعض المنتخبات لن تشارك في مثل هكذا استحقاقات رياضية عالمية، وهي فرصة أيضا للاعبين للبروز والمشاركة في أكبر حدث ومحفل عالمي. طيب عندما تقول عصام أن هذا المنتخب منتخب إريتريا غير مصنف لدى الفيفا، يعني هذا المنتخب حقيقة يبقى مجهول لدى ربما البعض، هل يمكن أن تعطينا بعض المعلومات البسيطة نقدمها للمشاهد حول هذا المنتخب حول بلاده كذلك؟ صبح. طبعا إريتريا هي تقع في شرق القارة الإفريقية ويحدها من الغرب السودان، ومن الشرق تحدها جيبوتي، ومن الجهة الجنوبية تحدها إثيوبيا، وأيضا يحدها البحر الأحمر من الجهة الشمالية. طبعا تبلغ طول مساحة الساحل 117 كيلومتر مربع. هو ليس منتخب معروف على الساحة العالمية وعلى الساحة الإفريقية، منتخب مغمور عنده مشاركات متذبذبة في المنافسات الإفريقية، وبالتالي كما قلت قبل قليل أنه انسحاب منتخب إريتريا كما أعلنت الفيفا في منشور مكتظب لم يكن مفاجئا، وبالتالي أنا قلت أنه بعض المصادر أيضا رجحت إلى خوف السلطات من فرار اللاعبين وطلب اللجوء السياسي، خاصة وأنهم يتواجدون في مجموعة تضم كما ذكرت قبل قليل المغرب النيجر هذه المجموعة الخامسة، وهو ما أثار أو ما دفع بالاتحاد الإريتري إلى الانسحاب. طيب نبقى دائما في أخبار كرة القدم. منتخب لبنان سيواجه نظيره الفلسطيني وذلك بالإمارات، ولكن ستكون مباراة دون جمهور عصام. أكيد المنتخب الفلسطيني أو منتخب الفدائيين كما يلقب سيلاقي نظيره اللبناني ضمن تصفيات كأس آسيا لمونديال 2026، وهذه المباراة كان أعلن عنها الفيفا في وقت سابق، وبالنظر للظروف التي تعيشها فلسطين جراء العدوان الصهيوني الذي يقصف عشوائيا قطاع غزة وخلف الآلاف من الشهداء. لكن الملفت هو أن منتخب الفدائيين لم ينسحب، منتخب الفدائيين يواصل شق طريقه في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026. سفير القضية الفلسطينية في المحافل الدولية يحاول الدفاع والترويج للقضية العادلة الفلسطينية رغم ما تعيشه فلسطين من ظلم وقهر وعدوان وقصف وجرائم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب
الفلسطيني، إلى أنه المنتخب الفلسطيني يواصل البروز، يواصل المشاركة، وسيلاقي المنتخب اللبناني دون جمهور. لكن ما أكده مدرب المنتخب الفلسطيني قال نسعى للفوز في هذه المباراة لإسعاد الجماهير، ويحاول ولو بشكل قليل إسعاد الجماهير الفلسطينية التي هي ربما منشغلة في حد ذاتها بالحرب التي يشنها الكيان الصهيوني. نعم. لكن المنتخب يواصل في الجهة المقابلة تمثيل فلسطين أحسن تمثيل، وستكون مباراة كما ذكرت قبل قليل دون جمهور. وفي سياق عصام هذا العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، منتخب فلسطين لكرة الطائرة قد خسر لاعبين بعد استشهادهما جراء العدوان على غزة. طبعا يتعلق الأمر بالنجمين حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، لاعبا نادي الصداقة والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، وهذا إثر العدوان الذي يشره الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وكان اتحاد كرة الطائرة الفلسطيني قد نعى في بيان له الشهيدين، وأيضا اللجنة الأولمبية الفلسطينية قدمت واجب العزاء إثر وفاة هذين النجمين لكرة الطائرة، وسبق لهما أيضا تمثيل فلسطين في المحافل الدولية في كأس آسيا، وأيضا في وسبق لهم أيضا إحراز ميداليات في البروق. قبل قليل كان اللاعب إبراهيم قصيعة توج قبل عامين ببرونزية في بطولة آسيا للكرة الشاطئية، كما شارك مع المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت في الصين مؤخرا. والعدوان الصهيوني طبعا ساهم أو قتل العديد من الرياضيين، وخاصة صغار وكبار نجوم ساطعين في رياضات مختلفة، ومن بينهم النجمين حسن صعيتر وإبراهيم قصيعة، وهما نجمي كرة الطائرة الفلسطيني. طيب في موضوع آخر عصام، تحدثنا أمس عن استعداد المنتخب الجزائري لمباراته ضد الصومال. الخضر أجروا ثاني حصة تدريبية، وذلك استعدادا لهذه المباراة التي ستجمعه مع المنتخب الصومالي على أرض الجزائر بملعب نيلسون مانديلا، أليس كذلك؟ المنتخب الجزائري يواصل استعداداته وتحضيراته استعدادا لمواجهة الصومال يوم 16، وبعدها مباشرة مواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الثانية من تصفيات المونديال. الحصة التدريبية الثانية جرت بتعداد مكتمل، وأيضا كانت هناك منطقة مختلطة للاعبين التي أدلوا فيها ببعض التصريحات بشأن هذه المباراة. لا بأس ميليسا أن نتوجه لنتابع جانب من تصريحات اللاعبين في المنطقة المختلطة ثم نواصل نقاش. كما قلت، يجب علينا أن نأخذ المباريات الواحدة تلو الأخرى، لأن المشوار سيكون طويلا. سنلعب بالتقريب 10 مباريات كما قال الناخب أمس، سنلعب لمدة سنتين هذه التصفيات، ولا يجب التفكير فقط في المباريات التي ستلعب هذه السنة. نحن نحضر كباقي المباريات، ومن المؤكد أن هذا اللقاء سيكون مهما، لأنه سيحدد الكيفية التي سندخل بها غمار هذه البطولة إن صح التعبير. مباراة كما قلت مهمة، أول مباراة في المجموعة، تصفية كأس عالم، حاجة ماشي سهلة، تلعب بكل قوة تاعك باش تربح المباراة، تحاول كما نقول احنا تصلح الأخطاء اللي فاتوا هذه المباراة، تحاول تصلحهم وتفادى الأخطاء. إذن كانت هذه تصريحات بعض اللاعبين، فارس شيبي وأيضا بغداد بونجاح الذي عاد إلى تشكيلة الناخب جمال بلماضي، ويعول عليه كثيرا في الخط الأمامي للمنتخب الجزائري. بغداد بونجاح طبعا يتحدث عن استعدادات المنتخب الجزائري، وأن أيضا استعداده شخصيا من أجل العودة بقوة وإسعاد الجماهير وتسجيل الأهداف، وهي هواية هذا اللاعب الذي ينشط في نادي السد القطري، ولاعب مميز بمواصفات كبيرة وكبيرة جدا. عاد إلى تشكيلة المنتخب الجزائري رفقة أيضا إسلام سليماني، الهدف التاريخي للمنتخب الجزائري. طبعا كما ذكرنا ميليسا استعدادات على قدم وساق، والمنتخب الجزائري سيخوض هذه المباراة بجدية، وسيحترم كثيرا المنتخب الصومالي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، الدخول بقوة في غمار تصفية المونديال قبل مواجهة موزمبيق التي ستكون رحلة شاقة إلى أدغال إفريقيا.
المباراة الثانية ضمن تصفيات مونديال 2026. طيب قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر عصام، أريد أن أسألك فقط يعني ما نقاط القوة التي يمكن أن يكتسبها المنتخب الجزائري من خلال مواجهة لمنتخب الصومال ثم مواجهة ثانية مع منتخب الموزمبيق؟ أكيد سيكسب عدة نقاط، من بينها أنه سيصعد في ترتيب الفيفا لشهر ديسمبر المقبل، وسينهي موسم 2023 دون خسارة، وسيدخل غمار تصفيات المونديال بنية الذهاب بعيدا في البطولة العالمية، وسيرتفع أيضا معنى وترتفع أقول معنويات اللاعبين قبل الدخول أيضا في غمار كان 2023 شهر جانفي المقبل، وبالتالي نقاط كبيرة وكبيرة سيكسبها المنتخب الجزائري، خاصة الناخب الجزائري جمال بلماضي الذي سيقف على جاهزية العناصر لتحديد التشكيلة الأساسية التي يدخل بها غمار كأس إفريقيا 2023 المزمع إجراؤها بالكوديفور، وبالتالي مبارتين رسميتين مهمتين للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين تحسبا للاستحقاقات القادمة، خاصة وأن المنتخب الجزائري دخل الآن في المباراة الرسمية ولا مجال للخطأ، ويجب تحديد التوليفة التي سيخوض بها الكان للبحث عن النجمة الثالثة للمنتخب الجزائري. طيب ننتقل ربما بعيد عن المنتخب الجزائري إلى منتخب نابولي. مدرب جديد تم تعيينه لمنتخب نابولي هو والتر ماترازي، وذلك خلفا لرودي غارسيا. مدرب جديد قديم لأنه مات زاري سبق وأن درب نابولي من 2009 إلى 2013، وبعدها وهو لاعب سابق إيطالي، والآن عاد بعد إقالة المدرب غارسيا بسبب سوء النتائج. ولا يخفى علينا بأن نابولي حقق لقب الكالتشو بعد 33 سنة، منذ 1990 لم يفز بلقب الكالتشو، فاز مؤخرا بلقب الكالتشو، ويحتل نابولي المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن المتصدر انتر. وجاءت الإقالة طبعا في كما قلت لسوء النتائج، وتقارير كشفت بأن النادي نابولي يواصل البحث عن مدرب لأنه التعاقد مع ماتزاري مدربا جديدا لسبعة أشهر فقط، أي إلى نهاية 2024، ومن ثم ربما سيتعاقد مع مدرب آخر لقيادة نادي نابولي. وغارسيا وسبق له أن فاز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل وأيضا وصل إلى نهائي نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويملك تجربة كبيرة، لكنه ودرب أيضا النصر السعودي مؤخرا لكنه لم ينجح مع نادي نابولي، وما دفع بإدارة النادي إلى إقالته وتعيين اللاعب السابق والمدرب السابق أيضا على رأس نادي البارتينوبي. وفي أخبار التنس، يانيك سينر يهزم جوكوفيتش ويحقق فوزه الثاني في الجولة الختامية. طبعا بعدما فاز عليه بمجموعتين لواحد 7-5 6-7 و 7-6، وسينر في هذه المباراة فاز على جوكوفيتش المصنف الأول عالميا وصاحب 24 عاما جوكوفيتش. ويانيك سينر له 5 انتصارات متتالية ضمن التوب 5 للاعبي التنس، فاز على جوكوفيتش، فاز على كارلوس ألكاراز، وفاز على ميدفيديف، وفاز على أندري روبليف. شكرا جزيلا لك عصام على هذه الجولة. الفوز يعني الكثير، عندما تتغلب على المصنف الأول عالميا تزداد لديك ثقة. لقد لعب جوكوفيتش بشكل أفضل مني، لكنني أهدرت بعض ضربات الإرسال، وهذه هي اللحظات الحاسمة. كنت شجاعا وذكيا في اللحظات المهمة، خاصة في المجموعة الثالثة، لعبنا بشكل جيد، وفي النهاية كانت مباراة في القمة ومثيرة حقا. إذن عصام بهذا التصريح نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة في أخبار الرياضة، شكرا لك على كل هذه الأخبار وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا ميليسا، نلتقي غدا إن شاء الله في موعد جديد. شكرا لك. أما أنتم مشاهدين فابقوا معنا، نقاش الصباح يأتيكم بعد قليل، ابقوا في متابعتنا.